المكالمة قال لي تصبحي على خير يا ريهام. هيك ريهام حاف. ريهام عم تحكي عن جد ولا عم تكشي علينا؟ ورحمة ماما عم بحكي عن جد، لك شو بكي؟ والله ما انك قليل يا استاذ احمد، ام بين بالصف هادي وسهيان، تاري دونجوان وعرفانين. قولي هلك الاستاذ احمد مع استاذ الانجليزي، خفوا رجلكم شوي خلينا نلحقه. انت روحي نحن شو دخلنا؟ ايه بروح ليش لحتى ما اروح؟ استاذ احمد! استاذ احمد! صباح الخير. في موضوع كثير مهم حابه احكيك فيه. تفضلي احكي الاستاذ، مو غريب، بلكي بقدر بساعدك انا وياه. بصراحة ما في حدا غيرك بيقدر يساعدني، والاستاذ ما له علاقة بالموضوع ابدا. ايه بس الاستاذ توفيق استاذنا وانا بثق بآرائه كثير. احكي بلكي بنقدر نساعدك. بتتذكر هداك اليوم مذاكرة العربية اللي عملت لنا اياها؟ كتبت انت ضمير مستتر، وكنت بتمنى من كل قلبي انه يكون هيك. بس يبدو انه انت رح تصير ضمير ظاهر. وهذا اللي رح ساويه عن اذنكم. قديش عمرها بنت اختي؟ يعني شي 14 سنة. خسارة، الجمباز ما بيمشي حاله أعمار كبيرة، بدها شي 4-5 سنين. يا الله، رح تزعل كتير بنت اختي، بتعرفي شو؟ أنا رح ازعل كمان. ليش بقى؟ لأني حبيتك، بس يا خسارة، ما عاد ضل لي ولا حجة لشوفك مرة تانية. وليش الحجة؟ أنا كمان حبيتك، تفضلي. لا غير مرة، بس ما رح روح لشوف أبوكي وأحسده على هالبنت اللي عنده. بس مو حلوة تنتظر قدام البيت. لا معلش يعني. ها؟ ليك واجا البابا. مرحبا استاذ احمد، بصراحة بنتك اصرت علي كتير اطلع لفوق على البيت، بس انا رفضت. بابا حاولت معها كتير بس هي رفضت. بابا طلعي على البيت، طلعي. هي انا قدامك، تفضلي شو بتريدي؟ طيب ليش ما اتصل بالاستاذ احمد وتحركشه؟ الو مساء الخير. لا تقول ما عرفتني. ريهام ببوس ايدك اعتقيني، انسيني، انسي رقم هالتليفون. في حدا بينسى روحه، بينسى وجوده؟ انت كل هدول. ريهام حجي تلعبي باعصابي. حياتي امر من العلقه مرضيان فيها، اخذت اللي بدي اياه من الحياه وما عاد بدي شيء. اصلا عيب تكون استاذ وتكذب، انت بدك ياني مثل ما انا بدي اياك. بدك شي؟ اي ما رح سكر لتقلي تصبحي على خير يا حبيبتي. ريهام. طيب عزيزتي، والله برضى بعزيزتي، والا بروح لعندكن هلا وبزورها لهيام. طيب خلص. خلص تصبحي على خير. تصبحي على خير يا عزيزتي. رح ازور رزان، احسن من وقفتي بالشارع. الو مرحبا هيام، شلونك؟ انا ريهام، ما عرفتيني؟ الو اهلا ريهام، هلا عرفتك، شلونك؟ مشتاقه لك. بتعرفي في عندي بنت اختي الصغيره عمرها 5 سنين، اختي حابه تسجلها بالجومباز، فبكره رح اجيبها معي خليك تشوف فيها، بتعطيني رايك بالموضوع؟ اوكي. ايه تكرمي. امتى؟ ايه بحكي معك قبل ما اجيبها. شو بدي اسالك، ابوكي موجود بالبيت؟ ايه موجود. لحظه بابا. خير. ريهام على التليفون، بدها تحكي معك. طيب روحي لدراستك. ماشي. الو. ساويت هيك لفهمك ترد على التليفون مره تانية. لا تطلع جناني. ها شو بدك؟ بدي احكي معك، انا اشتقت لك، انت ما اشتقت لي؟ ريهام لا تدمري حالك وتدمريني ارجوكي. اي خلص، اذا كل هالقد زعجتك لا عاد بدي سمعك صوتي ولا عاد بدي احكي معك. شو قصدك؟ يعني يا بترك المدرسة يا بنتقل منها لمحل تاني، ما بعرف. الله يخليكي لا تحمليني هيك مسؤولية. ها أنا اللي فيني مكفيني. طيب أنت حابب هالموضوع يخلص وتريح بالك؟ يا ريت. بوعدك أنك ترتاح منه وتشيله من ذهنك للأبد، بس
على شرط شوفك واحكي لك كل شيء عندي. وعد؟ وحياتك وعد. انت اسمعني بعدين تتخذ القرار يلي بدك اياه، وانا مستعده لاي قرار. طيب امتى بشوفك؟ باي باي. مش العب 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 يا سيدي. احمد بتحكي معي؟ ليش في غيري وغيرها؟ شبك؟ وين شاري؟ بصراحة بسفرة الخليج. شو هالحكي؟ معقول تسافر وتتركنا؟ الحياة صارت صعبة يا بنت الناس، والدخل ما عاد يكفي، ما ضل قدامي غير السفر. وما فكرت نحنا كيف بدنا نعيش؟ ضروري كل مرة أذكرك بحالي. تيجي أختك بتسكن عندك، منه بتتسلى ومنه بتساعدك. أختي مخطوبة وعلى وش زواج، وإذا قعدت هذا الشهر الشهر الثاني ما بتقعد، وقتها كله لخطيبة. مو فاضي تلي. مو فاضي تلك؟ لكان ليش خلقوا الأهل ولا يساعدوا بعض؟ ولا بس أنا الوحيد اللي انكتب عليه الشقة؟ الله يسامحك، هلا أنا صرت شقة. أنت عم تشوفني بالنهار ساعتين ثلاثة هيك، ما كيف أنا اللي عايشة 24 ساعة هيك؟ مين اللي لازم يشتكي، أنا ولا أنت؟ إيه ترجعي وبتحمليني مسؤولية اللي صار لك. أنا ما عم حملك مسؤولية شيء، هذا إرادة الله وأنا رضيانة فيها. بس بحب أقول لك، لو ما نمت أنت وعم تسوق أنا ما كان صار فيني هيك، أنا ما كان صار فيني هيك. نرجع بنعيد وبنفتر بنفس القصة، أنا فايت نام. يا رب تساعدني، ما قدران قاوم أكتر من هيك. الصخر بلين قدام هالجمال وهالشباب، فكيف أنا اللي أهملني القدر ورفضتني الحياة؟ لك الغريق بتعلق بأشي، وأنا غريق وقدامي سفينة. لك أنا بشر بشر بشر. هيك ما رح تحكي؟ انت قلتي حابة تحكي وانا جيت اسمعك. يعني انت مو حابة تسمعني، جيت رفعت بما هلا احكي عم اسمعك. لا يعني اذا جيت غصب عنك او رفعت لا تعذب حالك، انا بستأذن. لا 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 تروحي، عادي انا حابة اسمعك. اخيرا اخيرا سمعت منك كلمة حلوة. يا لطيف شو ظالم. لا تقسي علي يا ريهام، أنا ظروفي أصعب مما بتتصوري. حاولت كتير أبعد عنك أو أبعدك عني، بس كمان الموضوع أصعب مما تصورت. قلي بصراحة، أنت حاولت تبعد عني لأنك ما بتحبني ولا لأنك بتخاف علي؟ ريهام ريهام، تصوري واحد مصاب بالسرطان عم بيموت باستسلام بدون أمل، فجأة بيقولوا له في أمل وأمل كبير كمان. شو بتتصوري؟ شو بتتصوري تكون حالته؟ بيفرح. مظبوط، بس في خوف. الخوف الأكبر إنه هذا الأمل يطلع وهم. كيف رح يرجع يعيش ألامه بطريقة أشد؟ بدي افهم ليش ما عم تصدقني. انا بحبك حبي حقيقي، واذا بدك اثبات على هالشي طلبني من اهلي وانا موافقة. اخ يا ريهام اخ، سلامتك من الاخ. شو بك؟ ظروفي اصعب مما بتتصوري، بيجي يوم بحكي لك اياها. اذا من شان مرتك ما عم اقول لك طلقها، خليها، بس ما بعيش معها ببيت واحد.
بعدين هلا ابوك رح يوافق نتزوج؟ هلا لو سالتني هذا السؤال قبل يوم او يومين كنت قلت لك لا، بس هلا بتصور انه ما رح يعارض. اوف، وليش بقى؟ يعني شغلات صارت عندنا بالعيله، بعدين بحكي لك اياها. هلا انت فيك تفتح بيتين؟ هلا لا، بس شو؟ ظاهر عقد الخليج هو الحل لكل مشاكلي. عقد الخليج؟ نعم، جاييني عقد على الخليج مو بطال، وكنت متردد بوافق عليه ولا لا، بس الظاهر لازم اوافق عليه. يعني ضروري السفر؟ لك يا ريهام، هلا مرتي وبنتي ما بدهم مني غير المصاري، وانا بدي اعيش. اذا سافرت بقدر ببعث لهم اللي بكفيهم، وبالباقي ليش انا وانتي؟ انا وانت نسافر؟ ايه، زواجنا يا ريهام رح يفتح علي باب الجنة، وانا ما رح اقدر واجه هالناس كلياتها. خلينا نكتب كتابنا ونتزوج ونسافر على الخليج هنيك، لا بنعرف حدا ولا حدا بيعرفنا. واهلي ومدرستي ورفقاتي بتركهم كلهم بسافر؟ ما في قدامي غير الحل. طيب البابا ايده طايله هون، ورفيقه لابو حمزه الروح بالروح، يعني شو رايك ممكن يساعدك؟ او انه مشكلتي اكبر من انها تكون ماديه. صدقيني يا ريهام، هذا هو الحل الوحيد لمشكلتنا. شو قلتي؟ ريهام، أنا ما ضل قدامي وقت كتير حتى أقرر. قولي إذا موافقة حتى باشر بإجراءات السفر، وإذا رافضة حتى شوف شو بقدر أسوي. بصراحة أنت فاجأتني، وهذا الموضوع أصعب بكتير من إني أتخذ قرار بهي السرعة. تعرف شو؟ أحسن شي تعطيني شوية وقت لحتى أفكر. طيب ماشي، على كل قدامنا أسبوع، أنت بتفكري وأنا بفكر لشوف بعدين ربك كيف رح يفرجها. رح تحكي معي اليوم؟ إذا بدي أحكي معك برن لك رني وبسكر، بعدين بتصل وأنت بترفعي السماعة. ماشي؟ أوكي ماشي. شو لسه ناوي تسافر على الخليج؟ هي مونية، هذا قرار، أنا قررت سافر وخلص. ساوي اللي بدك تساوي، بس رجلنا على رجلك. مستحيل، قصدي مشان هيام ودراستها. في مدارس هنيك بتسجل فيها. ما بصير، ما بتلحق، بتروح عليها السنة. سيدي تروح عليها السنة أحسن ما تروح العيلة كلها. لك شو بك؟ شو صاير لك أنت اليوم غاوية نكد يعني؟ ما بيكفي كل شيء متحمله مني، كمان بدك تنكدي علي؟ أحمد أنت شو صاير لك؟ تغيرت كتير، ما عاد طايقني ولا طايق البيت. حاس حالي مسجون، مخنوق، روحي رح تطلع. ولكن أنا شو بدي أقول؟ أنت بتطلع وبتفوت وأنا مدفونة بهالبيت. رجعت تحمليني مسؤولية اللي صار لك؟ إيه بحملك المسؤولية، لأنك أنت اللي نمت وساويت الحادث، وأنا طول عمري ساكتة ما حسستك بالذنب، لأني كل ما طلع بعيونك شوف الندم، بس هلا ما عم شوف غير الكره والحقد. اسمعي، أنا ما راح أدخل معك بنقاش عقيم، أنا ماشي. لوين؟ رايح أسبوع إجازة، بدي اقعد افكر لحالي، لا بدي اشوف حدا ولا حدا يشوفني. ماشي بخاطرك. احمد احمد احمد. الو 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 الو. مرحبا خالي، هي موجوده؟ ايه موجوده. مين بيريدها؟ أنا صديقتها ريهام. إياب إياب، رفيقتك على التليفون. ألا شو بكي إياب؟ كأنك عم تبكي. لا 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 ولا شي. البابا موجود؟ إياب حبيبتي شو بكي؟ أبوكي صار له شي؟ لا ما صار له شيء، بس ترك البيت وراح. لوين؟ ما بنعرف. هي يا مو حبيبتي والله ما عدتي صغيرة، يعني صرتي صبية، لازم تعتمدي على حالك وتتركي أبوك يعيش. ما الكلام سهل، لو أبوك هو اللي ترك البيت ما كنت حكيتي. أنا آسفة، آسفة كتير هي يا مو بخاطرك. ريهام الله يخليكي، إذا شفتي بابا بالمدرسة
اللي لو يرجع ما عم نقدر نعيش بلا. يلا باي. تعي تبريدي. ما اشتقت لي؟ طبعا طبعا اشتقت لك. ريهام ممكن اطلب منك طلب لو سمحتي؟ ايه تفضل حبيبي. ممكن تتصلي لي بهيام وتطمنيني عنهم؟ قلبي غليان كثير عليهم. ليش اتصلت فيهم على البيت وما حضرت عليك؟ لا لا ريهام الله يخليكي ماني قادران احكي معهم. بعدين خايف اضعف، انت احكي معهم وطمنيني. لا اطمن حبيبي اطمن، من نص ساعة حكيت معهم، امورهم كثير كويسة وما حدا حاطك بباله. جد؟ إذا مو مصدقني اتصل وتأكد، وسألت عنك قام قالت لي بابا رايح يغير جو، وبالعلامة هلا نازلة على السوق لتشتري هدية على عيد ميلاد رفيقتها. وتاركي أمها لحالها؟ يعني شو أمها صغيرة لتخاف عليها؟ بعدين أنا سمعت صوت أصوات وضحك، فالظاهر هي مو لحالها بالبيت. طمنتيني الله يطمنك. هلا متصل فيني كرمال تطلب مني هذا الطلب؟ لا لا أنا كمان اتصلت مشان أطمن عليكي وأسمع صوتك. يلا بحكي معك بعدين، الله معك. يلا باي تقبرني باي. لا لا يلا هلا بيجي. يلا باي. يلا بدك شي ماما؟ وين رايحة تقبريني؟ اليوم عنا آخر بطولة. الله يوفقك يا رب. روحي بس لا تطولي. لا لا ما بتأخر بخلص وبيجي. ناديلك لجارتنا معروة؟ لا تقبريني أنا بدبر حالي. ماشي يلا باي. باي الله معك. روحي الله يحرسك ويحميكي ويرضى عليك يا رب. الو اهلين. ايه هون بيت الاستاذ احمد. هيام شبها امتى؟ يلا انا جاي جاي. قولي على قامتي قولي على طولي قولي على قامتي. أكيد هي ريهام. رد عليها. أنا داخلي على أوضتي مشان تاخذ راحتك بالحكي معها. ألو شلونك علاء؟ أكيد ما عرفتني. عفوا مين حضرتك؟ أنا ريهام. عفوا مين ريهام؟ أوف معقول بهالسرعة نسيتني؟ أنا ريهام الكعيان. إيه أهلين أهلين. وليش عم ترد علي هيك؟ معقولة تليفوني زعجك لهالدرجة؟ هلا في مجال تفوتي بالموضوع مباشرة إذا بتريدي؟ أنا حابة أشوفك، في موضوع مهم حابة أحكيك فيه. يعني يا ريت تتركينا أنت وأبوكي لأنه بكفينا اللي صار من تحت راسكم. إيه، أنا منشان هيك حابة أشوفك، الله يخليك، اسمعني هالمرة وبعدين نحكم. طيب ماشي ماشي، بشوفك بعد ساعة قدام البناية. ما حدا عم برد. وينهم؟ وين راحوا؟ هيام عندها بطولة فهمنا، بس أم هيام بحياتها ما طلعت من البيت. غريبة، ما لي غير أرجع أحكي مع ريهام، بلكي بتعرف شي عنهم. انا حب بين عشقنا ان انت بتتكلم ان يا ملكتها.
ألو ريهام. إيه أحمد، قلقتني عليك، وينك؟ ريهام الآن، الآن كتير الآن عليكي وعلى بيتي. ما بعرف شو بدي لك، أول مرة بغيب عن البيت كل هالفترة، خايف عليهم كتير، مرتي وبنتي ما بيعرفوا يتصرفوا شي بدوني. إيه معلش، الأيام بتعلمون يعتمدوا على حالهم. بتعرف شو أحمد، أنا مستعجلة شوي، يعني ممكن تحاكيني بعد شي ساعة؟ لا لا لا، أنت احكي معي، بخاف يطلع لي حدا من أهلك بعدين بشلقهم عليك. كيف رح احكي معك؟ هذا الرقم اللي قدامك على الشاشة، هذا رقم موبايلي. هاي بسيطة، هلأ بكتبه. ريهام، ما لي حدا غيرك يطمني عنهم، عم بتصل بالبيت ما حدا عم بيرد. هو ليش عم تتصل بالبيت بقى؟ عم قلك الآن يا ريهام، الآن كتير. بعدين بصراحة خايف روح على البيت وأضعف قدامهم، وأنا ما بدي أضعف. هلأ يوم واحد عمل فيك هيك، كيف بدك تغيب عنهم كل هالسنين؟ الله يخليكي، ماني متحمل يا ريهام، شوفي أي طريقة وطمنيني عنهم. إيه تكرم أستاذ أحمد، على راسي، باي. يوم واحد ما قدر يبعد عن مرته وولاده، وبالآخر بيحكي معي بس لطمنوا عنهم. إيه شو هاد يا؟ ليش عم نغش بالناس هيك؟ حتى علاء، علاء توقعته يكون مثل أبو العز، بإشارة مني يجي وبإشارة يروح. الأفندي طلع عنده كرامة. وبعدين ما في طريقة لأمنع زواجة بابا من وفاء إلا يخطبني علاء، هيك بتصير جوازتهم شكلها كتير غليظ. يلا بده هجوم بنات الكعيان. مرحبا. أهلين. إيه أنسة ريهام، بخير؟ ليش طلبت تشوفيني؟ بصراحة الموضوع بيتعلق بأختك وبابا. ريهام إذا بتريدي بعدوا أبوكن عنا، يا أما بيكون في إلي حل تاني ما رح تحبيه أبدا. يا علاء نحن معك مو ضدك، يعني إذا بنكون إيد وحدة والله أفضلنا. بعدوا أبوكن عني، يعني أنا ما بدي أدخل بمشاكلكن إذا بتريدي. يعني معقولة أول مرة بطلب منك طلب جدي بتقوم ترفض لي إياه؟ آسف آسف، لأنه ما عندي وقت لحل مشاكلكن، يا دوب اطمن على أختي قبل ما أسافر. سافر؟ لوين؟ أنا وأنيس قدمنا طلب للأمم المتحدة مشان نكون متطوعين، وقبلونا ولازم نجهز أمورنا مشان السفر. أنيس؟ ما أنيس ناوي يتجوز شاكيرا. شاكيرا بتختلف كتير عن أنيس، وأنيس بعمره ما فكر فيها لشاكيرا. إيه لا، مزغللت عيونه ثروة شاكيرا وأموال أبوها. لك للأسف أنه لهلأ لسه ما بتعرفوا ابن عمتكم. أنسة ريهام، الله معك. عم تقلعني؟ أنسة ريهام، بزمناتك حطمتي قلب واحد كرمال واحد تاني، هلأ ما حابب بصراحة أنك تحطمي قلبه للتاني كمان، وما حابب أنه يجي ويشوفك واقفة معي. علاء علاء، بسرعة بسرعة بسرعة. شوفي لك وقعت بناية وفي ناس تحت الأنقاض، بسرعة اخذوني معكم. لك أنت ما دخلك، خليكي هون. لا حبيبي مالي أقل منكم، بدي روح معكم. على وقعت على اهلها. بناية طبعا. شفنا الشوفات كثير بس بدك تعرف. استعجل شوي معلم، الله يخليك. خلص روح، هدي اعصابك، يعني اول شغله لازم تكون اعصابك هادي بهيك مواقف. يا رفيقي انت شو جابك معنا؟ ما قلك لا تجي. لا بدي ساعد، ما بدك تساعد، خليها تساعد، خليها تساعد، هلا بصير لنا ساعدها لها. ها ألو ريهام، طمنيني حكيتي معهم؟ أستاذ أحمد لا تسكر، أنا أبوها لريهام وبعرف كل شيء، ضروري شوفك. إيه بس أنا مشغول هلأ يعني. و مثل ما أنت الآن على مرتك وبنتك، أنا كمان الآن على بنتي، لازم نشوف بعض، وفضل يكون عندي بالبيت. يعني ما ممكن نأجل الموضوع شوي؟ شوف أستاذ أحمد، لا تضطرني يجي ناقشك بالموضوع جوات بيتك، الله يرضى عليك، فهم علي وشرف لعندي، خلينا نحكي رجل لرجل. طيب طيب، مثل ما بدك. طيب أهلا وسهلا فيك يا أستاذ أحمد.
اللي مريحني انه نحن رجال وبنفهم على بعضنا. تفضل احكي، عم بسمعك. عفوا حضرتك طلبتني، انا اللي لازم اسمعك. ماشي، رح اجيك من الاخير. انا بعرف انك بتحب بنتي ريهام وحابب تتزوجها، صح؟ صح. انت بتعرف انه بالعاده بيجي العريس على بيت احماه بدق الباب وبجيب اهله وبيطلب البنت. انا عملت العكس، دعيتك لعندي وعم بطلب منك انك تطلبها. بس حضرتك عم بتحطني بقفص الاتهام قبل ما تسمعني. يا سيدي انت اعتبر حالك برات القفص. تفضل قلي لشو. شو؟ ببساطة مثل ما طلبت مرتك الأولانية، اطلب بنتي. يعني قول مين انت، شو مؤهلاتك، كل التفاصيل مطلوبة. أنا أحمد، مدرس لغة عربية ومدرس ريهام بالمدرسة، متزوج وحابب كمل نص ديني. بس عدم المؤاخذة يا أستاذ أحمد، هيك ممكن تبقى بلدين، لأنه النص الأولاني أخذته زوجتك الأولى والنص الثاني راح تاخده بنت ريهام. عفوا رجاء لا تنطرني على الكلمة، أنا اللي فيني مكفيني. عفوا، اللي فيك من موقفك المحرج هاد ولا اللي فيك من وضع زوجتك وبنتك بالبيت؟ لو سمحت ممكن نختصر النقاش وتقلي شو رأيك؟ أنت بتعرف رأيي من قبل ما تسألني. يعني مو موافق. أستاذ أحمد خلينا نحكي بالعقل، أنا كيف بدي وافق؟ أولا ريهام من عمر بناتك، ثانيا حضرتك متزوج، وثالثا يا دوب معيش حالك. بس كمان أنا من حقي عيش، أنا لا أول الناس ولا آخر الناس اللي بتتزوج بنت صغيرة. روق شوي، هيك ما بنقدر نتفاهم بهالعصبية، خلينا ناخد ونعطي على رواق. أهلا وسهلا بالأستاذ أحمد. روق أهلا وسهلا. أنا مقدر شعورك سنتي، يا ريت كمان تقدر وضعي. أنا يا أستاذ لطفي عايش حياة جحيم، من 10 سنين ما عشت يوم أبيض، أبسط طلبات الرجل ما عم بقدر بحصل عليها. شو قصدك؟ مرتي مشلولة وفهمك كفاية. مو بس هيك، أنا اللي بنظف البيت، أنا اللي بيجلي، أنا اللي بمسح، أنا اللي بطبخ، كل شغل ستات البيوت أنا بساوي، وكل شغل الرجال أنا بساوي. وشو اللي صحاك لوضعك هاد بعد 10 سنين؟ ريهام، صدقني بالأول أنا ما انتبهت لها كتير، بعدين هي نبهتني على حالها. شو يعني هي نبهتك على حالها؟ حاولت تصير انتباهي أكتر من مرة، بعدين صارحتني بحبها. صدقني أنا بالأول رفضت، ورفضت كتير، بس بالآخر شو بتتوقع من واحد عايش حياتي وبهالسن ويلاقي بنت مثل ريهام عم تهتم فيه؟ طيب زوجتك الله يعافيها كيف انشلت؟ كنت إعارة باليمن وسويت حادث وأنا عم سوق، كنت تعبان وسهيت وفت بشجرة على طرف الطريق، صاب عمود الفقري وانشلت. أستاذ أحمد، كنتوا تحبوا بعض؟ أكتر ما بتتصور، وعشنا أيام حلوة كتير، بس اللي بيجي من ربك يا محلا. لا لا هدي شوي، بعدين لا تواخذني، سويت مثل المذيعين، لسا بسألك عدم المؤاخذة. أهلا وسهلا فيك روق، ومنحكي خلص روق. أهلا وسهلا، أهلا بالأستاذ أحمد. أهلا أستاذ. بنتي وينة؟ طمني عنها. طمني بنتك بخير، كلها رطوب بسيطة والعمود الفقري سليم. الحمد لله. طب أحمد ما أجا. معك موبايل؟ معي. دقيله. خليك دقيله. بصراحة يا أستاذ أحمد، أنا كتير احترمت حديثك عن معاناتك، بس ما حكيت لي شيء أبدا عن معاناة زوجتك المشلولة لما بتسأل حالها مين اللي كان السبب أو شو رح يكون مصيرها
هي والبنت لما رح تتركهم. انا ما رح نقص عليهم شيء. قيمنا من سيرة المصاري، هي بنت ريهام قدامك مسطرة، رغم اني عم تابعها خطوة بخطوة. شوف شو ساويت. سألت حالك شو رح تساوي بنتك اذا تركتها هي وامها لحالهم ومشيت؟ انا عدم المؤاخذة ما رح القي عليك محاضرة، انت استاذ وبتفهم، بس انا عم بحكي معك بصفتك رجال، وبصفتنا تقريبا متقاربين بالعمر. يعني نحن يا استاذ راكبين باخر فرجونة بقطار الزمن، يمكن ننزل المحطة الجاي، بس واحدنا بيعمل هيك حركات ليتأكد انه لساته موجود وانه لسه في بصيص امل بيتمسك فيه. بس كمان في ناس بتبتدي حياتها بهالسن، و هدول الناس بيكون الزمن نسيانهم وهن حابين يذكروا الزمن بحالهم. بعد 10 سنين يا استاذ رح تكون عايش على الادويه وعم تنتظر رحمه الله، بالوقت اللي بتكون بنتي ريهام عم تبتدي حياتها. ساعتها رح يصيبك شعور بالعجز ما له علاج ابدا. اسمع نصيحتي وفكر قبل ما توقع الفاس بالراس. معلش معلش، انت هيك عم تحاول. لا تحكي شي هلا، روح وفكر بالكلام اللي قلت لك اياه. على فكرة إذا كانت زوجتك مشلولة وقاعدة بالبيت المفروض ترد على الهاتف، إلا إذا كان لا سمح الله. إذا شو؟ أنت فهمان علي. على كل حال أنا حكيت هالكلام كله لحتى أتركك لضميرك. حكم ضميرك بالموضوع. ألو، أهلين مروة، خير؟ شو؟ طيب جاي جاي فورا. عفوا استاذ لطفي، في موضوع مهم، انا لازم امشي. وانا كمان لازم اطلع غير جو بعد الحديث. على خير ان شاء الله، اهلا وسهلا فيك. السلام. البيت بيتك، مع السلامه. في شي عم يوجعك غير راسك؟ اشكروا الأنسة الله يعطيها العافية، نزلت بالأنقاض وطلعته، لولاها ما كان قدامكم هلا عايش. يا آنسة يا آنسة، أنا بشكرك الله يعطيك ألف عافية، أنا منورتك بعمر ابني. ولو يا خالته، هذا واجبنا. الله يعافي عمو. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا لك. اسفة. ريهام. اهلا ريهام. ماما هي رفيقتي ريهام اللي حكيت لك عنها، سمعت انك مريضة وجات تطمن عليك. كتر خيرك يا بنتي. هيام قد ما حكت لي عنك حبيتك، بس هلا حبيتك اكثر. خالي انا الماما متوفية، وحضرتك بمثابة الماما الله يرحمها. الله يرحمها. وهي مثل اختي والاستاذ احمد بمثابه بابا. استاذ انا اسفه، غلطت بحقك كثير، وارجوك انك تقبل اعتذاري. لا يا بنتي، انا اللي غلطت. انا واحد بعمري وبمركزي كان لازم يستوعب تصرفات بنت بعمرك. شوفي يا احمد، هلا لا ولا شيء، بس انا شقيه وبحب اتشيطن شوي بالصف، وانا كنت اشكيها للمدير. لا يا احمد، ما معك حق، ريهام مثل بنتها وعيب تعاملها هالمعاملة. فعلا هي مثل بنتي. حان إذنكم.